لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي موقف المشروعات الجاري تنفيذها مع مسؤولي المكاتب الاستشارية الذين يعملون في مشروعات إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية. الاجتماع استهدف متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال في هذا الصدد والعمل على إسراع الخطى التنفيذية لهذا المشروع بما يسهم في الانتهاء منه وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية وإعادة رونقها الحضارية والاستفادة بما تمتلكه من مقومات تجعلها مقصدا سياحيا متميزا. رئيس الوزراء جدد كذلك التأكيد على أهمية المتابعة اليومية لمختلف الأعمال والتأكد من عدم وجود أي مخالفات في المناطق التاريخية التي تخضع لأعمال التطوير، مشددا على أن الدولة لن تسمح بحدوث أي مخالفات بناء في تلك المناطق مرة أخرى. الاجتماع تناول ما تم من أعمال تأهيل عمرانية لمنطقة مسجد الحاكم وساحته والتدخلات العمرانية المقترحة لعدد من المباني وقطع الأراضي بالمنطقة ومخطط تطوير منطقة الحسين والرؤية التنموية لمنطقة التطوير وما تتضمنه من أعمال خاصة بإعادة إحياء المنطقة ومكوناتها التي تضم جامع الحسين والباكيات المطلة على ساحة المسجد وكذلك فندق الحسين وقصر المسافر في الخانة، فضلا عن إتاحة العديد من الخدمات والأنشطة التي تسهم في جذب المزيد من الزائرين لهذه المنطقة المتميزة، ومن بين ذلك تطوير الورش الحرفية وإنشاء مدرسة تعليم لها وإقامة العديد من الأنشطة التجارية والترفيهية. الجميع يتطلع إلى إعادة وجه القاهرة الحضرية إلى سابق عهدها، والجهود تبذل على قدم وساق لتحقيق هذا الحلم اللي شيئا فشيئا بنراه على أرض الواقع يتحول إلى حقيقة. جهد مبذول، ويعني الحقيقة لسه كمان هنشوف تتويج هذه الجهود يوما بعد أيام والمزيد من الثمر المرجوة اللي تجنى في القريب العاجل بإذن الله. معي ومعكم في هذه الوقفة الحوارية دكتور محمود إبراهيم حسين، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك. أهلا بكم. أهلا وسهلا. مساء الخير. يعني طبعا القيادة المصرية بتضع نصب أعينها هذا الملف، أو يعني إذا صح توصيفه هذا المشروع المتكامل لتطوير القاهرة التاريخية، أبرز ما تتوقفون عنده من ملامح هذا المشروع سواء ما تحقق أو ما يبقى يعني مترقب ان هو يتم وضع اللمسات الاخيره ليه في الايام اللي جايه ان شاء الله. هو يعني مشروع من يعني يعتبر من المشروعات القوميه، يعني ممكن وصفه بانه مشروع قومي. ليه؟ لانه العمل دايما كان في القاهره التاريخيه يتم على نطاق ضيق جدا، بمعنى انك تختاري جامع او مدرسه او كده وبترمميها يعني وفقط، يعني كان الامور ماشيه بهذا الشكل. انما الان احنا امام تصور شمولي، تصور ضخم جدا للقاهره بالمعنى المطلق، القاهره ككل. فقسمت القاهره الى اقسام، عندنا القاهره الخدويه ودي العمل قائم فيها على قدم وساق، وكل اللي بيروح مثلا وسط البلد دلوقتي بيرى انه في طفره جديده جدا، كاني مش بتاعتنا وسط البلد دي، كان احنا بنتجول في باريس. ليه بقى؟ لان احنا عبر السنين مثلا وعبر اكثر من عشرات السنين، عايز اقول منذ انشاء المحلات الكتيره اللي ازدحمت بها أو وسط البلد وكده، بدأنا نشوه عن غير عمد او يعني مش عارف ممارسات خاطئة، يعني ممارسات خاطئة، يعني يمكن ملمح منها الباعة الجائلين مثلا اللي كانت موجودة في السابق. لا، الباعة الجائلين دي قضية تانية. قضية لها شق اجتماعي وشق سياسي وشغلانة، لكن دخل في غمار المنظومة. لكن انا المحلات دي كان كل واحد فيهم يعمل اليافطة بتاعته، حاجة صغيرة جدا على مزاجه هو، يعني كيفما يعني شاء. يبقى أنا عندي عمارة يعني استوحيت فيها عمارة باريس ووسط باريس، وبعدين أجي تحت
أعمل يفط، العناوين المحلات، أضواء صاخبة، يعني ما تخليكيش تستمتعي، تخل بالمشهد الحضاري، الطراز المعماري الحضاري. دلوقتي كل الكلام ده انتهى، وبدأنا نعطي شكل موحد لكل هذه اليفط اللي موجودة في وسط البلد. فأنت النظر بتاع الإنسان مفيش شيء يزعجه، مش وليد فراغ ان احنا تخلصنا من هذه الصبغة العشوائية. نعم، اللي طبعاً انا بعتبرها عشوائية. انا بعتبرها مش العشوائيات بقى، السكن العشوائي او شيء، اعتبر انه اللي يعمل هذا الشيء على هذا الجمال المفرط في الجمال اللي قال عنه محافظ باريس في يوم من الايام: انا اوعد شعب باريس بان انا هخليه خلال 5 سنين مثل القاهرة. القاهرة الخديوية دي كانت حاجة جميلة جدا، فده جزء من القاهرة، والحمد لله يعني الدنيا ماشية تمام قوي. نرجع النجاح اللي اتحقق ده لإيه يا فندم؟ القرار السيادي. شوف حضرتك، إذا كان هناك قرار سيادي حاسم وحازم حول موضوع مثل هذه الموضوعات زي دلوقتي تطوير القاهرة، بيكون كل الأمور تسير في هذا الاتجاه. لكن زمان ما كناش في قرار سيادي ب يعني إعادة تطوير القاهرة التاريخية، يعني احنا إرادة سياسية يعني كانت غايبة، إرادة وقرار قرار حازم انه هنعمل ده، يعني هنعمل ده وخلصت. فده اللي الآن احنا بنواجهه، ولازم يكون وفقا لاستراتيجية، يعني لازم يكون في رؤية. يعني انا ما بعملش مثلا، ما برممش أثر ولا رمم عمارة في وسط البلد واقول ان ده انا بطور، لا، انا عايز نظرة عامة. أنا هعمل إيه في الشوارع؟ هعمل إيه في المحلات؟ هعمل إيه؟ يعني مثلا مناظر التكييفات اللي في مواجهة العمائر دي أيضا استحدث لها شكل لائق جدا وجميل جدا. فيبدو أن شهية السلطة التنفيذية عندنا انفتحت لما بتشوف الإنجازات اللي على أرض الواقع. صحيح، فبدأنا نخش كتير. بيشوفوا أن برضو من كلمات السر لهذا النجاح سرعة الإنجاز والالتزام بالمواعيد المحددة وربما استباق، يعني هو في وقت أبكر من المقارر. أنا كبتاع أثار، أي سرعة الإنجاز بالنسبة لي إتقان العمل. لأنه أنا مش عايز أبيض كام بيت وأزينهم من الخارج، لا، أنا ببص انك انت بتعملي عمل لاجيال، كما وصلت الينا هذه الاثار من اجيال سابقه علينا، يجب ان تصل الى الاجيال القادمه بحالتها وبمتانتها وبقدرتها على الاستمرار. فبالتالي انا يعني سرعه الانجاز ماشي، انه يشتغلوا كتير بس دون الاضرار بالاثر نفسه. طبعا يعني دون الاضرار بالاثر، يعني ياما احنا رممنا اثار وبعد سنه بصينا لقينا الحيطان بتشغلها اتغير ده انا لسه يا فندم كنت جاي لحضرتك في الكلام في الجزئيه دي. ان يعني كتير بيقولوا او بيجمعوا ان اهم من اللي حصل الحفاظ عليه والبناء عليه. طبعا لو هناخد المحورين بقى ونفند كل واحد فيهم حضرتك. هو انا سعيد جدا اولا بزياره السيد الرئيس اللي تمت من ايام، لان هي اول زياره لرئيس جمهوريه في مصر لمناطق معينة ما كانش حد أبدا يحلم فيها بأن رئيس الجمهورية هيجيله، اللي هي منطقة مجرى العيون ومنطقة الحرفيين بتوع الفخار. يعني أنت النهاردة يعني إيه دلالة الزيارة؟ دلالة الزيارة دي بالنسبة لنا إحنا كأثريين أنه أنا هو يعني أن رئيس الجمهورية نفسه بيتابع هذا العمل. يعني هو الرئيس يعني كان من الممكن يكتفي بالتقارير الورقية التي تأتي من أكثر من جهة، لكن أنه ينزل بنفسه ويتابع بنفسه، وهذا يبدو يعني الدستور بتاعه هو، يعني سيادته يعني مؤمن بأنه يجب أن يرى. وعلى فكرة دي كانت ظاهرة عند حكام كثيرين جدا في التاريخ، أنه لازم يرى الشيء بنفسه حتى يمكن أن يقيمه التقييم الصحيح. فبالتالي هذه الزيارات الميدانية بتلعب دور كبير جدا في سرعة الإنجاز وإتقان العمل، إتقان العمل وسرعة الإنجاز فيه. الحماس اللي ادت الزيارة دي للناس اللي شغالة مهم جدا، طبعا مهم جدا في الآونة الأخيرة. حضرتك الناس دي بتشتغل ليل نهار،
لكن لما نيجي بقى لانتقلنا من القاهرة الخديوية نروح للقاهرة القديمة. القاهرة القديمة اللي هي منقسمة إلى أقسام، قاهرة المعز اللي هي يعني يحددها باب زويلة في الجنوب وباب النصر وباب فتوح في الشمال وكل ما داخل البابين المجموعة الأبواب دي، اللي هي القاهرة اللي أسسها جوهر الصقلي بأمر سيده المعز لدين الله عند دخول الفاطميين إلى مصر، ثم أعاد بناء هذه الأسوار مرة أخرى والأبواب بدر الجمالي في عهد المستنصر. هذه القاهرة الفاطمية. القاهرة الفاطمية في بعد كده تحولت إلى قاهرة فاطمية أيوبية، ثم تحولت بعد ذلك إلى قاهرة فاطمية أيوبية مملوكية وعثمانية بعد كده. طيب الكلام ده مضاف إليه العواصم السابقة على مصر. ما هو القاهرة كانت العاصمة النهائية أيام الفاطمية، لكن قبلها كان في القطائع أيام أحمد بن طولون، وكان في العسكر، وكان في الفسطاط اللي هي مصر. الفسطاط دي كانوا يقولوا عليها مصر. لغاية دلوقتي حضرتك لما تروح اسكندرية تقولي أنا رايحة محطة مصر، تروحي كفر الشيخ يقول لك محطة مصر، في الأقصر محطة مصر، لأن دي كانت مصر، كانت تسمى مصر الفسطاط. فبالتالي العواصم دي كلها القاهرة ابتلعتها اعتبارا من عصر صلاح الدين الأيوبي اللي عمل بقى ايه السور وحوط بيه السور ده كل هذه العواصم السابقة عليه. ويدينا السور ده بتاع صلاح الدين كان ليه وظيفة تانية اللي هي زرها الرئيس دي، اللي هي انه كان بياخد المية بواسطة سواقي من ميت الخولي في الفسطاط وترفع على السور ده في مجرى في اعلى السور بتاع صلاح الدين، مجرى مائي يصل الى القلعة عشان الناس اللي في القلعة تشرب. وبعد كده المجرى المائي ده استمر في ايام صلاح الدين وخلفائه من الدولة الايوبية الى ان جاء الناصر محمد ابن قلاوون وشاف ان المية مش كفاية، فعمل اربع سواقي لضخ تقوية زي ما احنا بنقول بنقوي الدفع بتاع المية عشان تقوية المياه، وعمل صهاريج لتخزينها. ثم جاء بعد ذلك السلطان برقوق وعمل تقوية تانية، وبعدين جه بعد كده قايد باي اللي رمم كثير جدا من هذا المجرى المائي اللي هو العقود اللي ماشية اللي نسميها احنا البواكي العقود دي، وحتى طبع اسمه أو نقش اسمه على واحد من هذه العقود حتى يثبت للناس ان هو عمل ترميم بالقرب من مشهد السيدة نفيسة. جه السلطان الغوري بعد كده يعني فشاف ان المكان اللي هناك بعيد شوية وانه من الممكن ان يأخذ المياه دي من مأخذ من النيل قريب نسبيا من القلعة اللي هو المأخذ الحالي او بداية سور مجرى العيون الحالي اللي هو عند اسطبل عنتر او في منطقة فم الخليج، وعمل ست سواقي ترفع المية من النيل لأعلى المجرى، وعمل مجرى فوق هذا المنشأة المائية الراقية جدا الرائعة اللي لازم الناس تعرف انها من اهم المنشآت المائية اللي موجودة في مصر في الفترة الإسلامية، وعن طريق اعوجاجات وازورارات في السور من فوق في المجرى المائي من فوق الماء يندفع اندفاع ذاتي، ما هو فيش مكان عشان ادفع المية زي ما احنا بنعمل الان، فكان يميل ميل اسفل ميل اعلى لغاية ما المية توصل لغاية القلعة. حضرتك تقولي لي طيب وهي القلعة دي ما كانش ليها مصدر للشرب اطلاقا الا هذا المصدر؟ ايوة، في اوقات السلم كان المصدر الرئيسي لشرب الناس اللي في القلعة باعتبارها عاصمة مصر بعد في أيام الأيوبيين والمماليك والعثمانيين، كان المية دي تيجي في أوقات السلم. طب افرض القلعة عليها حصار، كان يحفر أبار ويعمل صهاريج. في ثبت أنه في حوالي 500 صهاريج في داخل القلعة كانت تخزن فيها المياه، أي الحملة الفرنسية كشفت عن 200 منهم وورد فيهم في كتاب وصف مصر اللي عملته الحملة الفرنسي. يبقى اما انه يشرب من الصهاريج اللي كانت بتتملي تلقائيا اثناء فيضان النيل. خلي بالك مدينة القاهرة القديمة دي لو حفرت في اي مكان هتجدي عقود وسراديب،
كتير من الناس واحنا منهم لما جينا حفرنا مكان القصر العيني القديم اللي هو مكانه المستشفى الفرنساوي لقينا السراديب دي، فقعدنا اختلفنا كأثريين ايه دي، كان سجن ده ولا كان قصر ولا بقايا ايه. دي سراديب المياه اللي كانت تمتلئ بها اسفل القاهرة، لما يجي الفيضان يروح داخل المية جوه، ينحصر الفيضان يبدأ الناس تاخد من هذه من مية ايه السراديب دي بواسطة ابار، او ترجع المية دي تملأ مجرى النيل تاني بعد ان ايه ينحصر الفيضان. جميلة جدا الخلفية التاريخية دي. نعم. وده يرجعنا يمكن المحورين اللي انا طرحتهم قبل ما حضرتك تتفضل بهذا الوصف الجميل للقاهرة اللي يعني حقيقة يعني ملهمة للشعراء، بنت معز القاهرة حتى صباحي ساهرة وغيره غيره. كل قائد عمل حاجة. ومن الأهمية بمكان أن يكون فيه حفاظ على ما تحقق زي ما قلنا وبناء عليه. الأيادي البناء والتطوير عندما تعمل الآن، هل المسألة أصعب عن ذي قبل عما حرج ذكرته من يعني شهادات للتاريخ على عراقة القاهرة؟ هل التحديات بقت أكبر وفي نفس الوقت التكنولوجيا أصبحت تيسر كثير مما كان يصعب في السابق؟ قراءة حضرتك للمشهد إجمالا. هو طبعا إحنا لما نتكلم على السلطان برقوق عمل 6 سوائي، كان القاهرة كام نسمة يعني، الناس كان كل القاهرة على بعضها كام وكل مصر كان كام. النهاردة إحنا بنتكلم إنه لأسباب هجرة من الريف إلى القاهرة أدت إلى نشوء عشوائيات. أرخص أنواع العشوائيات كان إنه يسكن في القاهرة القديمة. يسكن في القاهرة القديمة إزاي؟ يعني يلاقي له بيت أثري قديم مالوش كان صاحب، يروح داخل قاعد فيه، يلاقي أثر نفسه يقعد فيه هو وولاده، واحد بيته اتهد يقعد هو وولاده في الجامع. كان كده إحنا طلبة كنا نخش نلاقي أسر كاملة موجودة جوه الآثار الإسلامية، موجودة وعايشة عيشة كاملة. فبالتالي يعني أسباب كثيرة جدا أدت إلى تعقيد الأمور، يعني إن الأمور أصبحت لها يعني أكثر من وجهة، يعني في وجهة سياسية إن هؤلاء الناس مواطنين ومن حقهم أن يعيشوا في المكان، لأن إحنا بنكفل حرية التنقل وحرية الحركة، ونهر النيل بتاعنا ده أوجد صلة كبيرة جدا بين جنوب مصر وشمال مصر. اللي عايز يركب النيل وينزل في اسكندرية أهلا وسهلا، يطلع من اسكندرية يروح أسوان أهلا وسهلا، نازل في أي مكان ينزل. النيل يعني كائن مستأنس أدى إلى انتقال الناس بسرعة. فأنا لما ألاقي في بلدي مفيش رزق واسع أروح مهاجر للعاصمة. عملية الهجرة للعاصمة دي أدت إلى نشوء ما يعرف باسم العشوائيات، ودي كانت أخطر حاجة على الأثار الإسلامية، لأن الأثار الإسلامية تأتي في بؤرة أو في وسط العاصمة. فبالتالي هذه العشوائيات، إنك عشان تزيلي هذه العشوائيات أنت محتاجة مليارات، لأن كل واحد من اللي ساكن في العشوائيات دي أو اللي ساكن أثر أو اللي ساكن أو اللي باني بناء شوه به أثر، لأنك أنت لما تتجولي في القاهرة هتجدي مناظر غريبة جداً للغايه دلوقتي، يعني تجدي واحد باني بالطوب الاحمر، واحد ملون اخضر، وجنبهم سبيل او كتاب او جامع اثري في وسط فالرؤيه نفسها فيها انزعاج، فيها تلوث بصري. فبالتالي هو المشروع الجديد ده هيعمل ايه؟ هيطلع الناس دول من مكانهم، يوديهم مكان لائق من ناحيه كونه مواطن يستحق من الدوله ان ترعاه بمسكن لائق وفقا للدساتير ووفقا لحقوق الانسان. طيب الراجل اللي فتح ورشه لتصنيع الاحذيه وورشه لتصنيع ما اعرفش لعمل المعادن في قلب اثر، يعني ده مين اللي سمح له؟ مش هنتكلم في التاريخ بقى، خلينا نتكلم في بكره هيحصل ايه. الراجل ده لازم انا اوفر له منطقه صناعيه بعيد تماما عن السكان. حتى أنا كسكان القاهرة أنا من حقي أن أعيش بعيد عن التلوث، مش بس الأثر اللي هو هيتلوث، الناس نفسها كانت عايشة بطريقة والدخان اللي طالع عليه والكلام ده كله، المسابك والمسابك معظمها 90% منها في قلب القاهرة الإسلامية القاهرة التاريخية. فبالتالي
انا هشيل ده كله وهديله بديل وتعويض في اماكن اوسع زي ما حصل. حضرتك تقصد النبي كمان بينافي الاشتراطات البيئيه؟ طبعا 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 طبعا. إن احنا الان شوفي حضرتك مؤتمر البيئه الاخير، شوف الخطوره اللي بدات تظهر على مستوى العالم كله. صحيح. فانا لما اطلع دول من اولا حميت الاثر، لما هرمم الاثر هضمن انه ما فيش اي نوع من انواع الانهيار او نوع من انواع سوء الاستعمال فيه، فبالتالي انا كسبت زي ما حصل بالنسبه لجماعه بتوع المدابر. خليني اسال حضرتك عن فضل. دكتور محمود، المناطق الرئيسيه ذات الاولويه الاثريه في اللي بيشملها هذا المشروع، هم قسموا القاهره الى اقسام. الفسطاط ومحيط متحف الحضاره ودي شغالين فيها، اللي هي الحديقه اللي هي 500 فدان، دي حديقه ضخمه جدا ستكون رئه مع المحافظه، مع التجديد بقى الكلمه دي ونحط تحتها 100 خط، مع التجديد على هويه المنطقه باعتبارها اول عاصمه اسلاميه في افريقيا. اول عاصمه اسلاميه في افريقيا، وفيها اول جامع، وفيها الكنائس الاثريه، وفيها المعبد اليهودي. اذا هي كمنطقه هي منطقه اثار، فلما اجي انا احدثها او اطورها احترس بانه التطوير لازم يكون متمشيا مع الشكل طبعا الاثري لها، والا انا اكون فقدت يعني. واحنا عندنا كم عاصمه زي الفسطاط؟ مفيش. ده غير كمان هحتاج اعمل اعاده هيكله بقى، ويعني اعاده تصميم لممرات المشاه، اعاده تنظيم لحركه المركبات في الشوارع اللي بتخضع لهذا هيكله للمنطقه ككل. ما انا بقول لك الامور دلوقتي اصبحت منظومه جدا، منظومه تشتغل مع بعض. ادي منطقه اللي هي منطقه جنوب القاهره، في عندنا المنطقة اللي محيطة بالجامع الأزهر وجامع الحسين من ناحية الجمالية بقى، دي برضو سوف تناولها التطوير، وبدأ فيها العمل في أنه كل الخرابات والمناطق الخاربة والمناطق اللي يعني مهددة بالسقوط والمنازل دي لابد أن تزال ويحل محلها سكن حضاري جديد يتلائم مع كون هذه المنطقة منطقة تاريخية. يعني لازم أنا أدي للزائر اللي موجود الإحساس حتى لو بنيت بناء جديد إنه هذه المنطقة هي منطقة تاريخية وأثرية، أستوحي العناصر المعمارية بتاعتي اللي موجودة من العصور الإسلامية وأديها للواجهات بتاعة المنازل الجديدة، أدي له شوية مشربيات جميلة جدا. جميل. أدي له مداخل حلوة طبعا. العنصر يعني الجمالي مهم جدا. بس أنا كمان عايز أسأل حضرتك في جزئية، يعني طبعا اللي بيحصل مثمن جدا جدا جدا، وعندنا تطلعات إن الفترة اللي جاية تسارع الخطى ونبتدي نشوف حاجات تانية على أرض الواقع تصب في نفس الهدف، الوجه الحضاري والرونق التاريخي للقاهرة. لكن الجزئيتين، الأولى الضامن إن لا يشوه هذا العمل من جديد. نعم. والا هنبقى بندور في دايره مفرغه. الجزئيه الثانيه، وده كمان الحقيقه حلم الاحلام اللي ان شاء الله هتتحقق بهذه الاراده السياسيه الحاضره بقوه، ان تعمم هذه التجربه على يعني مصر كلها، لان الموضوع طبعا ليه ابعاد سياحيه وليه افاق كثيره ارحب من كمان اللي احنا بنتكلم فيه. نعم. يا دكتور محمود، اذا نجحنا في القاهره، وده مش مشروع سنه او سنتين او غيره، ده لازم يستمر. يعني انت بتتكلم على القاهره يعني 2030، القاهره 2050، المشاريع دي كلها لابد انها تصب في النهايه في هذا الاتجاه. ادي واحد. اتنين، ايه الضمان؟ الضمان هنا الوعي. انت النهارده بتسكنيني في مسكن لائق بيا كمواطن، بتعيشيني معيشه يعني انا استحقها وفقا للدساتير وحقوق الانسان، بان انا عايشها لا اعيش في عشوائيات وجنبي الحشرات والزواحف والكذا زي ما كان في تل العقارب، وزي ما كان في كان جنب مشهد السيدة زينب كان في منطقة تل العقارب، دي كانت حاجة مهولة جدا، يعني مش صعب جدا الإنسان عادي يعيش فيها. ولما الآن تحولت إلى كومباوند من أرقى الكومباوند، يعني من أرقى المنازل الشرقية تمام اللي موجودة. طيب الضمان ايه بقى هنا بقى؟ ان انا ما ارجعش عقارب الساعه اللي وراء، القانون. ايوه
القانون وتنفيذ القانون. احنا مش بنبخس من قدر الوعي المصري، وفي مواقف كتير وفي محن كتير ظهرت الشخصية المصرية في أبهى صورها، لكن قوة الردع هي اللي يجب أن تكون في الصدارة في هذا الإطار. ودي موجود، احنا مش استثناء، العالم كله. انت حضرتك لو في ألمانيا يعني وما أقل الأثار عندهم، لكن انت لو أذيتي مكان بأنك يعني بيت حضرتك بيضتيه بياض معين من الخارج يزعج السكان الجيران بتوعك، مش من حقك، ده القانون يحاسبك ويخليك تعيدي تاني الكلام ده كله. فإحنا حكم القانون مضاف للوعي. أنا بثق جدا فينا كمصريين، لأن إحنا اللي عملنا الحضارة دي، إحنا اللي أسسنا الحضارة دي، وأجدادنا هم اللي بنوا هذه الحضارة اللي إحنا موكلين بالمحافظة عليها. فما ما بقدرش أجلد الذات شوية وأقول لا ده احنا هنخرب، ده احنا هنعمل، لا. هو زي ما حضرتك عايزين نجمع بين العراقة والأصالة والتجديد والتحديث في نفسه، والقانون طبعا يحكمنا القانون طبعا دائما. لما القانون هو اللي بيكون الفيصل، كل إنسان فينا بيعرف حدوده. عندنا المزيد من الملامح وثيقة الصلة بهذا المشهد الحضري بامتياز القاهرة التاريخية، ويبقى معنا دكتور محمود إبراهيم، لكن اسمح لنا بعد الخروج لموجز أخبار الساعة بصحبة الزميلة شيرين القشيري، ونعود إلى حوارنا من جديد في من القاهرة. طبعا اللي بيتعمل في القاهرة جهد رائع ومثمن وجهد كبير، و طبعا بتدلل له كثير من العقبات ومصادر انفاق قد تكون ليست باليسيره. لعل المردود هو اللي بيبشر بان يكون في كثير من الثمار المرجوه لدعم المنظومه الاثريه في مصر، وما ينعكس ايجابا ايضا على المنظومه السياحيه، السياحه بكل ما يشكله هذا القطاع الحيوي من أهمية قصوى بالنسبة لمصر في سبيل إعادة البناء والتنمية، وما نتطلع ليه جميعا من مصر الجديدة اللي بنحلم بها جميعا كمصريين قيادة وشعبا ومؤسسات. بيتواصل الحديث مع الدكتور محمود إبراهيم حسين أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، بنرحب بحضرتك مرة ثانية. يمكن حضرتك قلت لنا خلفية تاريخية جميلة جدا، أنا نفسي استفدت بيها، لأن كان في يمكن حاجات من التاريخ غائبة عني، الواحد بيستقي يعني معلوماته من إما قراءاته أو يعني اللي درسناه في كتب التاريخ في السابق، وده مهم مش بس للمصريين لكن للقادم من الخارج، وده بيصب في نفس السياق اللي بنتكلم فيه، الأصداء الإيجابية لما يحدث في القاهرة التاريخية والعلاقة الوثيقة بين السياحة والأثار وغيرها من الروافد اللي بتصب أيضا في هذا المعين الذي لا ينضب من العمل المصري المتواصل. حضرتك تقول إيه؟ الأثار هي السياحة الثقافية. احنا عندنا السياحة أنواع، في سياحة علاجية وفي سياحة ثقافية وفي سياحة ترفيهية، يعني أنواع كثيرة من السياحة. لكن مصر قديمة جدا، من الدول القديمة جدا اللي كان عندها سياحة ثقافية، بمعنى ان احنا كان عندنا دايما زيارة من بداية القرن ال19 وبداية القرن ال20، من 200 سنة من 300 سنة كان يجينا الناس من مختلف انحاء العالم لكي يشاهدوا اثارنا، سواء الاثار اللي هي في مصر القديمة والاثار الاغريقية والرومانية اللي عندنا والاثار القبطية والاثار الاسلامية. ليه؟ لأن مصر حتى أثار أسرة محمد علي الآن أصبحت يعني مقصد سياحي. إحنا النهاردة عندنا بلد غنية جدا بهذا المورد اللي هي السياحة الثقافية، لأن لا يوجد دولة في العالم كان ليها تاريخ مصر المتراكم. إحنا كنا من شوية بنتكلم عن التاريخ، تاريخ مصر المتراكم ده، يعني مثلا لما نروح اليونان أنا هتفرج على الآثار الإغريقية، هروح إيطاليا أتفرج على الآثار الرومانية، هروح ألمانيا أو وسط أوروبا أتفرج على آثار عصر النهضة والقوطي وما إلى ذلك. إحنا عندنا كل هذا الشيء منذ ما قبل التاريخ حتى مطلع العصر الحديث. فدولة عندها زحمة في الآثار، فبالتالي الصرف اللي إحنا بنصرفه الآن ده
انا بعتبره استثمار، زي حضرتك ما بتبني مشروع تجاري، زي ما بتبني مصنع، زي ما بتبني منشأة تجارية. فبالتالي انا انتظر ان يعني الصرف ده ان يعود هذا الصرف ملحق معه الارباح. يعني انا الارباح دي عبارة عن ايه؟ ان انا حافظت على الاثر. اول حاجة بالنسبة لنا الحفاظ على الاثر، انا نظفته ورممته ويعني عملت له اللازم لكي يعيش مدة اطول. ادي اول مكسب. المكسب الثاني ان ايهما افضل، السائح اللي كان بيمشي في مناطق مليئه بالمخلفات والزباله والبقايا بطريقه احنا نفسنا يعني ما نرضاهاش لنفسنا، لدوله كبيره زي مصر عيب انه كان الناس بتمشي في وسط الزباله وفي والباعه الجائلين والاحتكاكات والكلام ده كله، ده بيصيب السياحه في مقتل. طبعا الراجل اللي بيجي ده بيكتب تقرير للشركه اللي بعتها بيقول لها انا هاجي هنا تاني، انا مبسوط باللي حصل او انا مش هاجي هنا تاني. لما مثلا بائع جائل كان يشده بالعافيه عشان يشتري، مهما كان المبررات للبائع الجائل ده الا انه اصاب السياحه في مقتل. يعني زي اللي بيغش في منتج بيتصدر، فبعد كده ايوه انت ضحكت وكسبت، بس بعد كده الدوله دي مش هتستورد حاجاتنا تاني. طريقه تعامل المواطن نفسه، يعني دايما كنا بنسمع ان كل مواطن لازم يبقى مرشد سياحي في حد ذاته، يكون لازم يبقى مواطن خير وجه البلد، لازم يبقى مواطن. كلمه صح. مواطن كلمه كبيره، مسؤوليه. انت بس مش تاخد من الوطن، لا انت لازم تدي وطنك في اي موقع. يعني حضرتك انا جاي ادافع عن ايه؟ انا لست يعني منتميا لاي وظيفه تنفيذيه، لا في وزاره الثقافه ولا في وزاره الاثار، انا مجرد اكاديمي بشتغل في الجامعه، لكن انا هنا عشان اقول الكلام اللي يجب الناس تسمعه، يعني الحقيقه. فبالتالي انا كمواطن انا شاعر الوجبي ده. طب دخلني بقى اسال حضرتك بمنتهى الشفافيه والموضوعيه والمصداقيه، ما الذي حققناه وما الذي ينقصنا حتى اللحظة؟ ده سؤال جميل جدا، وانا اقوله لك بصراحة كمان. احنا دخلنا في مشاريع في كل اتجاه، احنا كأثري يعني بتكلم في مجال الاثار. أيوة قطاع الاثار دخلنا في مشاريع كبيرة جدا على مستوى العاصمة، على مستوى العاصمة ينتظرنا احنا جهد اكبر. يعني انت عندك مدينة لا توجد في اي مكان اخر في العالم، مدينة رشيد، عندك الآثار المختلفة اللي في مدينة اسكندرية، عندك مدينة الأقصر، عندك مدينة أسوان، عندنا مناطق أثرية لا حصر لها. زي ما أنا طورت هنا وزي ما أنا بعمل مشاريع، أصل المشروع هنا بأتيح للسائح أنه يقيم إقامة هادئة. عايز تقعد في وسط الآثار، عندنا هوتيلات صغيرة جميلة جداً تستطيع فيها انك انت تقعد في القلعه وطول النهار تشوف القلعه وميدان القلعه والاثار الاسلاميه اللي موجوده فيها. عايز حضرتك تشرب قهوتك في مكان لائق، عايز تاكل في مطعم. يعني احنا بالتطوير الان تطوير شامل زي ما قلت لحضرتك، يعني انا بحافظ على راحة السائح. لو هناخد يا فندم الصعيد كنموذج، نعم. وطبعا الدولة المصرية بتولي اهتمام خاص واولوية قصوى للصعيد، وكتير من الظواهر الإيجابية اللي شفناها في الفترة الأخيرة، يعني يمكن طريق الكباش يعني هو يعني المحطة الأخيرة اللي تتبادر للذهن، وأكيد هيكون في كمان المزيد من الإنجازات نشوفها في الفترة اللي جاية. الرسائل والدلالات لهذا الاهتمام للصعيد في عيون أثري. احنا الآن بنقول للعالم كله إن الاهتمام يبدأ من شمال البلاد إلى أقصى جنوبها. أنت بتعملي نهضة شاملة، أنت بتعملي نواة للشعار اللي أنتوا كاتبينه في على التلفزيون الجمهورية الجديدة. أنت فعلا بتعيدي نفض التراب والغبار اللي كان على سجادة الوطن. أنت بتنظفيها من جديد حتى تصبح لائقة لأن تكون عنوان ليكي. يعني هذه الأقصر طول عمرها مقصد سياحي، ولكن الآن مع المشاريع التطوير التجري
مع إعادة اكتشاف الأقصر، أنا بعتبرها إعادة اكتشاف للمدينة الأثرية في الأقصر بحكاية طريق القباش. طريق القباش ده كان بيوصل ما بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك، تخيلي بيقطع الأقصر كلها. لو ده انتهى، لسه هو في طور الكشف على فكرة، يعني اللي افتتح ده جزء منه، تخيلي بقى ان السائح يمشي كده في وسط هذا الطريق زي الفراعنة، زي الحكام مصر القدماء لما كانوا بيمشوا في نفس هذا الطريق. دي مقصد سياحي جميل طبعا. جدا ورؤية سياحية جميلة جدا، بالإضافة إلى تطوير طريق الكورنيش بتاع الأقصر. يعني ولو رجعنا بذاكرة قبل كده بشوية صغيرة، موكب المومياوات مثلا. شوف احنا كلنا في القاهرة قعدنا عشان نتفرج على هذا الموكب، عظماء مصر وقادة مصر في العصر القديم وهم ماشيين يتجولوا في شوارع مصر حتى وصلوا إلى المتحف الحضارة. شوفي حضرتك المنطقة بتاعت متحف الحضارة دي كيف كانت وكيف أصبحت. يعني خلينا نقول كلمة حق، عين السيرة دي كانت عشوائيات كلها، حواليها عشوائيات وبيوت عشوائيات وسكن عشوائي. النهاردة لما تفتتح الجانب الترفيهي والجانب المطاعم اللي على أحدث طراز في العالم، وأسماء كبيرة جدا جاءت لتستثمر في مصر جوار متحف الحضارة، هنفاجأ بأن ده دخل كبير جدا. يمكن حضرتك بدأت بتوصيف مشروع القاهرة التاريخية بأن هو مشروع قومي عملاق. نعم. وده يخلينا برضو أخيرا نربطه بالمشروعات التنموية الماضية قدما في مصر، يعني وإزاي ممكن يكون هو ده اللي أفسح المجال لما نحن عليه الآن، والموضوع الرئيسي اللي حبنا نتطرق ليه والتفاؤل، الأجواء التفاؤلية وتطلعات أن يكون في المزيد من الحراك على هذا الصعيد في الفترة القريبة القادمة بإذن الله. جملة أخيرة أتوج بها لقائنا. أنا متفائل جدا متفائل جدا لسبب، لأكثر من سبب. متفائل جدا لأنه في إرادة سياسية بالتطوير في مختلف المجالات. حضرتك شوفي مشروع تبطين الترع، خلينا نربط الامور ببعضها. تمام. ما انا برضو ما طورش المناطق الاثريه والراجل السائح يشوف ترع عندي مليئه بالقاذورات والزباله والروائح الكريهه بالقرب من الاثر. فتبطين الترع، اعاده الطرق الى بهجتها القديمه. يعني مصر من اقدم الدول اللي كان فيها سكه حديد وكان فيها طرق وكان فيها مواصلات، فلماذا لا تعاد الواجهة الحقيقية لمصر إلى ما كانت عليه؟ قادرين إن شاء الله بإرادتنا، قادرين بقيادتنا الواعية المخلصة، قادرين كشعب يحب بلده. ما فيش شعب يحب بلده قد مصر طبعا. أنا بشكر حضرتك ومصر تستطيع، خليها عنواننا لكل التطوير اللي بتشهده مختلف مجالات الحياة في مصر. دكتور محمود إبراهيم حسين أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة القاهرة، أشكرك جزيلا. شكرا. نبقى معكم مشاهدينا الكرام ونظرة سريعة جدا على ما تشهد محافظة الصعيد وما تولي مصر من أهمية قصوى لهذا الملف، كونوا معنا.